الله سبحانه وتعالى قال من أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. أحمد حسام، فن إسعافات الطوارئ. صار لي تقريبا سنتين واخترتها لأنه أشوف أن عندي شغف لها، عندي حب حق هالمهنة هذه. تحتاج لو نبذة بسيطة عن الأمور هذه على أساس نقدر نتصرف. أنا أخذت النبذة لا، حبيتها زود، قمت شوي شوي أتدرج فيها لين دخلت حتى في العلاج الطبيعي، قمت أخذ دورات. هم يتخيلون أن المسعف يعيش حياته طول عمره يعاني أنه قاعد يشوف وكذا. هو أول مرة مرتين ثلاث إيه نعم، يعني عادي يتم يومين ثلاثة أيام ما يأكل ما ينام، يتعب وايد يتعب، بس بعدين خلص يوصل حق مرحلة يخلص من الكيس اللي عنده أو الحالة اللي عنده. ها شباب شو الغدا، ها شباب شو العشاء، يصير الموضوع جدا طبيعي. أول شيء في رمضان دائما يزيد عندنا هبوط ضغط الدم وهبوط اللي هو معدل السكر في الدم، وعندنا بعد مشكلة الجفاف وايد قاعدة تأثر، حالات إغماء. في شغلة موجودة في كل المسعفين، وايد توتر، خوف على المريض. أنا لما أستلم إصابة بوصلها المستشفى أتعامل معه كأن قاعد أتعامل مع واحد من هلي، فأحاول أقدم له كل ما أقدر. كلمة حلوة الحمد لله دائما نسمع، وهذه يمكن أكبر نعمة أنا قاعد أعيش فيها في هالمجال دي.